السلام عليكم. اليوم لنا عودة إلى ملعب عنابة، حيث أنه الأشغال نتاع وضع الكراسي راهي مستمرة، ولاحظ أنه الكتابة تاع 19 ماي راهي يعني على قدم وساق، وما يعني ما تغيرش كثير، يعني ما من ناحية الجمالية تاع الملعب. وكذلك ملاحظة أخرى هو أنه العشب الهجين عاد يبان يعني عالمي، وكأنه طارطون، كأنه شغل هذاك الكازون تاع الطارطون اللي مضرني نشوفوه، ولا غير شيء جميل. وان شاء الله تكتمل الاشغال نتاع الملحقات، وتكون عندنا وقفات في وقت اخر في فيديوهات اخرى حول الاشغال نتاع الملحقات. ونكتفي بهذا القدر، ونخليكم مع نهاية الفيديو هذا الرائع اللي ملعب عنابة، والسلام عليكم.